لما كنت باجي العب او لما كنت اجي اقف جون كانوا الناس بيشوفوا لي ايه ده انت لا تقف جون ده احنا هنعمل فيك وهنعمل وهنعمل وكنت بسمعهم بيقولوا كده ده الحارس بيد واحد ده اي كره هتخش جوه كانوا يجوا بعد الماتش يجوا يسلموا عليا يقولوا لي فعلا المفروض ما ناخدش بالشكل انا كنت وانا صغير بقعد اتفرج على التلفزيون بقوله وانا هبقى يوم من الايام لاعب كور زي اللي هما بيجوا في التلفزيون فالايام دارت وسبحان الله ربنا سبحانه وتعالى جعلني برضه لاعب كوره زي اي حد اول اجتماع ليا معاهم المدرب شافني واتبسط مني جدا وقال لي ان شاء الله انت هتبقى حارس المنتخب قلت له انا ما بقفش جون انا كنت بلعب دايما كلاعب ما كنتش متخيل ان انا هقف حارس فلما تحولت الحارس طلعت الموهبه اللي عندي في الحارس كل واحد عنده موهبه بس المهم ان انت تستغلها في الموضوع صعب ازاي حارس هيصد بايد واحد لو انا حبيت الكوره هي كمان هتحبني الاول قبل ما اتدرب كانت الزاويه الشمال صعبه شويه بالنسبه لي يعني كنت بصد عشوائي فبعد كده لما اتدربت بقى واشتغلت مع مدرب عرفت يعني ايه ان انا ازاي اصد عكسيه اللي هي على ايدي الشمال ودي طبعا بتبقى اصعب حاجه بالنسبه لي اللي هي على ايدي الشمال اللي هي جايه ناحيه البتر كاس العالم ده طبعا حلمي لان انا حلم حياتي ان انا اخد احسن حارس في العالم في لعبتي بس طبعا دي عايزه دعم وعايزه مصاريف وانا شغال في الرخام فيوميتي يا دوب انا متجوز ومعايا 3 عيال ودعم الدوله بسيط برضو ما بيعملش حاجه انا واحد من الناس نفسي اشتغل جيم ونفسي اشتغل على نفسي مش عارف ليه لان انا شغال في الرخام انا ما عنديش وقت ان انا اشتغل على نفسي انا نفسي اتعامل كلاعب كور نفسي اقوم من نومي على تمرين مش على شغل في الرخام الرخام طبعا صعب جدا وشغله مش سهل تعب ومشقه طبعا اهلي دول اكتر ناس بيحبوني ابويا الحمد لله عاملني كانسان ما عاملنيش كواحد معاق والدتي طبعا اللي سقتني طعم الايمان وعرفتني ان اي حاجه صعبه في الحياه مع ربنا سهل ونفسي اجيب كاس العالم لبلدي اتمنى من ربنا ان الناس تدعمني وتقف في ظهري عشان اوصل لحلمي